معانا اتصال، اتفضلي يا نجلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نجلاء. كل عام وانت بخير يا شيخ. وانت بصحة سلامة يا فندم. بقول لحضرتك بعد اذن حضرتك، انا معايا رؤيتين، واحدة لوالدي وواحدة لوالدتي. تمام. الرؤية الاولى لوالدي. تمام. والدي حلم ان عمي المتوفي، انا لي عم في الحياة متوفي ولي عم حي، حلم ان عمي المتوفي وعمي الحي، عم المتوفي جاي بعم الحي وجاي لابويا هنا في البيت. تمام. وعم المتوفي ما اتكلمش خالص، هو قاعد بيشرب عصير. فعم الحي كلم ابويا، واقف على جنب كده وكلم ابويا وجاي يديله 200 جنيه. ابويا قال له انا مش عاوز منك حاجه، قال له لا خدهم، قال له لا انت ظلمتني، ده ابويا اللي قال لعم الحي، قال له انت ظلمتني ومانيش عاوز منك حاجه. قام ساب ابويا ودخل. ابويا بيقول انا مش عارف، هو باين دخل عند امك وهي قاعده وخرج، بس ما معاش ال 200 جنيه، ما هوش عارف يعني اداهم لها ولا راحوا فين. بقول فخرج، فقام قعد يكلم ابويا وكده، فابويا قعد يعيط وعم قعد يعيط، وابويا قال له لا انا زعلان منك، انت ظلمتني وانا زعلان منك. وعم المتوفي كان بيشرب عصير بس، ما مش اكتر من كده. يا نيلاء اتفضل. عمك الحي ظلم ابوك في الحقيقه؟ ايوه يا شيخ. بس كده ماشي. وعم الحي قاعد بس، ما الميت ما بتكلمش خالص، بيشرب عصير بس. والله العظيم انا فهمت كل حرف قلتيه نجلاء في المنام. طب ماشي، اقول رؤية والدتي ولا هتفسره الاول؟ لا اقول عشان تسمعنا من التلفزيون بعد كده. ماشي. بقول لحضرتك والدتي حلمت ان هي في الاوضة ودخل عليها واحدة، هو حلم يعني غريب شوية، ما هيش عارفة ان كان ده حلم ولا مش شياطين ولا ايه. فوالدتي يعني ست كبيره، فدخلت عليها واحده جايبه لها باروكه وبدله رقص، بتقول لها انت لازم ترقص. قالت لها ارقص ارقص ايه، ما عيب اللي انت بتقوليه دي. قالت لها لا لازم ترقص. قالت لها ارقص ازاي واطلع على التلفزيون وهتصور والكلام ده، ولادي يشافوني لا عيب. قالت لها لا لازم تتصوري. بتقول مع الباب اتنين رجاله تبع الست دي، فقالوا لها لا لازم تطلعي لاما ايه هنموتك. فقامت قالت لهم لا انا مانيش هرقص ومش عارفه ايه، فلبستها بالعافيه ولبستها باروكه. قالت لها لا عيب ما ينفعش بعد تزعق امي وتعيط في الحلم. وقامت قالت لها لا لازم تطلعي ترقص. قالت لها انا مش راقصه. فطلعت على المسرح بتقول غنت، بتقول غنت وهي بتغني، والدته وهي بتعيط بتقول الكل بقى يسقف لها والكل كان فرحان، فهي كانت زعلانه ان هي يعني ان هم اجبروها على كده. بس ولبست البدله بتاعت راسها مش لبستها. انت لبست البدله ولا لا؟ ايوه انا بتقول لك لبستها بالعافيه، اللي قاعده لبستها. ايه شياطين ده ولا حقيقه؟ لا ده رؤيه جميله عظيمه من رب العالمين. سبحان الله. ابشري وقولي الحمد لله. هي سنها كام سنه؟ 56. ربنا طول في عمرها وربنا ان شاء الله يكرمها بزياره الى بيت الله الحرام. امين يا رب. وانا معايا يا شيخ وندعي لك هنا. ان شاء الله، لان الرؤيه تبين ان امك دي انسانه محترمه جدا 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 جدا. الله يصلح حالك يا شيخ، ده بيفسر لنا بقى حلمة والدي. بس ده يا واحدة اللي يصلح لنا وحالك ربنا. اتفضل. بس للأسف الشديد والدتك دي في يعني في ناس كارهين وحاقدين وحاسدين، وأمر أمك مش عاجبهم. هو هكذا بعض الناس تمشي مستقيمة وتمشي تحت الحيط، برضو الناس حزداكي حزداكي. صح. أمك دي من الناس دي، لا لها مش عارف في كذا ولا لها في كذا، ولكن برضو في ناس مش عاجبها هذا الأمر، هذه الطريقة، هذا المنهج. وقيسي على هذا المنوال، بعض الأحيان الأدب والأخلاق والسلوك والحياة يسموه تخلف عند بعض الناس الجهال الذين لا يعرفون شيء عن الأخلاق ولا السلوك ولا المبادئ ولا التعليم التي أوصى بها الحبيب عليه الصلاة والسلام. أما في الرؤية الأولى يدلل على ظلم شديد وقع من العم الحي اللي هو على قيد الحياة على والدك، إما فيه أكل الميراث أو أكل لحقوقه أشياء معينة، الأب زعلان ومتضايق. موضوع العم المتوفي إن هو ساكت، هناك بعض من الناس الأقارب شاهدون على هذا الظلم ولكن لم يتكلموا.
ولكن موضوع العم المتوفي يشرب من العصير هو في مكانة طيبة عند رب العالمين، والله أعلم.